اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل الصحي، واحنا اتفقنا مع بعض يوم الاحد من كل اسبوع اكيد انت كاتبه على باب الثلاجه احنا الاحد اكل صحي مع الشيف المغازي، ولكن الاكلات اللي بنعملها في متناول الجميع، يعني عايزك تفتحي باب التلاجة تشوف المطبخ بتاعك فيه ايه. بنعمل الأكلة نسبة الديون فيها قليلة جدا، وعندنا الأكلة بتبقى بنسبة 99-98% أكل صحي زي الفل، زي مثلا الفول الأخضر النهاردة مش الموسم بتاعه، ولكن الفول المجمد اللي هو الحب بتاع الفول الأخضر نقدر نعمل طبق فول بالزيت، زيت الزيتون مع توم، الطبق ده يتاكل بارد أو سخن. أكلة صيامي لطيفة وجميلة وصحية، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء. معانا لحمة النهاردة وجاي على بالي أعمل طبق فتة، إيه المشكلة لما أكون بعمل دايت وآكل فتة؟ هنعمل فتة النهاردة، فتة اللحمة مع الزبادي والحمص. الحمص مصدر غني جدا للبروتين النباتي مع لحمة نسبة الدهون فيها قليلة، هنشوف نعمل إزاي الفتة بتاعتنا، ولكن اللحم النهاردة لحم مفروم ضاني. معانا بقى شوربة النهاردة، هي مش غريبة ولا حاجة، شوربة أنا شخصيا بحبها، بتساعد على الهضم، بتعالج مشاكل الحموضة اللي عنده مشكلة مع الكولون. شوربة الزبادي، الزبادي اتعمل شوربة يا شيف؟ آه. مش هيفرط منك يا شيف؟ لا. مش هيبرغل منك يا شيف؟ لا. مش هيقطع منك؟ لا. هنشوف الزبادي ازاي يخش على النار ونقدر نعمله شوربة مع الطشة اللي هي التومة مع الكزبرة مع عصرة ليمون، هيبقى طعمه لطيف وجميل. صدقيني الشوربة دي لما تعرفيها وتعرفوا القيمة الغذائية بتاعتها، جوزك عنده مشاكل مع الحموضة، مشاكل مع الكولون، أكيد هتفيده. الأكل النهاردة صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج، ومفاتيح السعادة في جيبك ما تدوريش عليها، هي المطبخ، حتى الأكل الصحي من المطبخ. إيه اللي بعده يا عم الشيف؟ شوربة الزبادي. شوربة الزبادي بتتعمل ازاي؟ مقاديرها زبادي وتوم ونعناع يابس ونشا وبياض بيض. الشوربة دي لطيفة وجميلة وصحية بنسبة 99.9. تاني بس تجيب الزبادي من أي سوبر ماركت نسبة الدسامة فيه قليلة. تجيب زبادي من أي سوبر ماركت نسبة الدسامة فيه تكون قليلة. شوربة الزبادي على الشاشة عبارة عن تاني زبادي نشا بياض بيض نعناع يابس وتوم وشويه ملح وشويه فلفل اختياري. الشوربه دي لطيفه وجميله. اول حاجه هعملها يا عم الشيف، هجيب النشا واجيب المضرب واخد النشا احطه على الزبادي ونقلبه. الشوربة دي عايزة على النار 5 دقايق بالظبط. حلوة أوي. تمام. عندنا بياض بيض. كم بيضة؟ 3. حلوة أوي. زي الفل. مش لازم كمية يعني. يعني 3 يعني فوق الاتنين، 2-3 مفيش مشكلة. حطينا 4 مفيش مشكلة. أه. بس استخدامنا البياض البيض هنا في حرفية شوية. أه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اتخلص منه، والصفار ده ما يترميش. تعملي طبق عجة، تعملي كيكة، تعملي مافن، استخداماته كتير قوي على فكرة. تعملي مايونيز. اخد البياض كده بالطريقة دي كده، شفت ازاي؟ على الزبادي. الشوربة دي بهديها لكبار السن، اللي عنده مشكلة مع الكوليسترول، اللي عنده مشكلة مع الضغط، مريض سكر، قيمتها الغذائية عالية جدا. ايه الأمارة يا عم الشيف؟ ان احنا ندرس تغذية ونعرف ايه على ايه يدينا ايه. الزبادي مفيش منه مشاكل، خاصة لو الدسامة بتاعته قليلة. بياض البيض مفيش منه مشاكل، كوليسترول قليل جدا لأن اتخلصنا من الصفار. التوم لطيف وجميل. ادي التوم بنحط علي مفروم ناعم، ومعانا النعناع اليابس على الشوربه. يتفرم كده. الله. شيل العروق دي كده، اسقطه كده، هو ده الشغل. بس خلاص شوربه لطيفه، نقلبهم كلهم مع بعض.
أول مرة أشوف الزبادي يتعمل شوربة. أنا عارف إنك بتقولي كده دلوقتي. زي الفل. معانا حلة على النار، الحلة دي فيها مية مغلية. خلي بالكوا بقى التركية دي بقى جامدة أوي. دي فيها ماء مغلي أهو. تقريباً قد إيه كوباية مية يا عم الشيف؟ على إيه؟ على العرض الزبادي. اللي هم ست علب زبادي، تاني المقادير عشان تظبط معاك. ست علب زبادي وده عرض موجود في أي سوبر ماركت. الزبادي اللي هو قليل الدسامة. هتلاقي مكتوب كده لايت يعني دايت. هتجيبيه وتحط عليهم كوباية مية مغلية في قلب الحلة. هتحط عليهم معلقة توم، معلقة نعناع يابس ناشف، وتفركيه زي ما أنا عملت كده ويكون من مطروح. تحية كبيرة لأهالي مطروح. ومعانا التوم، ومعانا بياض البيض. كام بيضة يا عم الشيف؟ ثلاث بيضات كبار. خدنا البياض بتاعهم مع معلقة نشا مع رشة ملح صغيرة. هناخد كل ده مع بعضه أهو. يلا بينا. فين المية اللي بتغلي؟ بص عليها كده. حلوة أهو. الشوربة دي طلعت بمجرد ما سقطتها على المية المغلية، طلعت خلاص. يلا بص على الشوربة. الشوربة دي لازم التفاصيل دي. المية بتغلي على النار تاني عشان لما تعمليها النهاردة لأولادك مريض سكر، مريض ضغط، عنده مشكلة مع الكولون، مشاكل مع الهضم، ارتجاع مريء، بيقلل الكوليسترول، الشوربة دي مفيدة جدا. زبادي لايت العرض اللي ست علب بتجيبيهم، تحط عليهم معلقة توم، معلقة نعناع يابس، بتقلبي التوم مع النعناع اليابس مع بياض ثلاث بيضات ورشة ملح صغيرة ومعلقة النشا. ضروري 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 معلقة النشا، أهم حاجة هي التركاية. يكون في كوباية مية بتغلي على النار. هننزل بقى كده اهي. يلا ننزل بالشوربة دي اهي زي الفل. الله، انسي زبادي يفرط مين يا حاج؟ بياض البيت هنا بيعمل ايه والنشا بيعمل ايه يا امي؟ ونقلب. الله، الف انا والشفا اللي يشرب منها. كريمه عامله زي اللبن الرايب الخفيف. لازم تكون الميه بتغلي. بس خلاص، اول ما كل يا نعم. يلا عينيا. هنا الشوربة على النار طبعا، مجرد ما هي بس تفور هتشيلها من النار. نقدمها بألف هنا وشفا. الشوربة دي وجبة عشاء كاملة، بتدور على بروتين فيها، بتدور على قيمة غذائية عالية فيها، بتدور على أكل صحي فيها. مشاكل مع الكولون مفيش، مشاكل مع الهضم مفيش، تعالج الإمساك أكيد. الشوربة دي بهديها لكل كبار السن والأطفال. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل نشوف عندنا نطبق الفتة ازاي. الحمص مسلوق، اللحمة طلعت من النار، العيش متحمص عندنا، الرز المصري مسلوق. تطبيقة الفتة ديت وتفاصيلها كتير هتاخد مننا وقت. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. شوربة الزبادي حصري وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. الله، الشوربة دي بهديها لكبار السن، للأطفال، لكل حد بيعاني من مشاكل الحموضة. دي رشة كزبرة خضراء ودي اختياري، حطها كده زي ما أنا عملت كده في قلب الطبق اللي هتغرفي فيه. وناخد الشوربة من النار بعد التقليب المستمر ونغرفها هنا. يلا بينا. هو ده. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ دي مش ملوخيه؟ ايوه حلو. دي شوربه الزبادي، خلصت. اللهم صل على النبي. لما بقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ، خبره السنين. اللهم صل على النبي. فرط الزبادي؟ لا. قطع الزبادي؟ لا. في طعم طبعا، في تفاصيل. في بياض بيض يعني بروتين، يعني كالسيوم، يعني معادن. حلو، تمام. يا ريت تجربيها وتقولي لي رايك من خلال السوشيال ميديا. طبق الفته ده بالذات لانه ده مدرسه اسمها مدرسه المغازي. الاول العيش اتحمص، في طريقتين لتحميص العيش، يا اما نحمصه في الفرن يا اما نقليه في الزيت حسب ما انت بتحبي. جبنا اللحمة المفرومة اللي هي اللغتلية، حطينا عليها زبادي وطحينة وتبلناها ببقدونس ناعم، وخدت شوية البهارات وخدت معلقة طحينة
وقلبناهم كلهم في بعضيهم، وفي الاخر عملناها بايدينا كده وحطيناها في الفرن تستوي. خدنا البهريز بتاعها والجوس بتاعها خليناه على جنب، خدنا اللوز حمصناه في قلب الطاسة، نتيجة تحمير اللوز مكان الزبدة والسمنة والزيت حمرنا التومة، نزلنا بالبهريز اللي نزل من اللحمة على التومة مع الكزبرة مع شوية مية الحمص بتاعت السلق، وعندنا الحمص مسلوق. إيه اللي عندنا بعد كده؟ الزبادي والطحينة، حطينا زبادي مع عصير ليمون مع طحينة مع نعناع يابس وقلبناهم مع بعض، وبدأنا إن احنا طبقنا الأكلة بنفس التفاصيل. وأنا واثق إن أنت لو حبيتيها هتعمليها أحسن مني، لأنك أنت بتعملي ولادك وجوزك، فمهما أنا أشتغل ومهما أعمل مش هوصل لواحد على عشرة من إيدك يا أمي، خلي بالك ده مهم جدا، عشان برنامجنا اسمه أكلة أمي اللي هي لا تعوض. بعد زمن طويل بعد عمر طويل ما ننساش أكلة إيد أمي وريحة إيد أمي ونفس أمي في الأكلة. عملنا شوربة الزبادي لطيفة وجميلة بهداء لكبار السن للأطفال اللي عندهم مشاكل مع الكولون، مشاكل مع الكوليسترول، مشاكل مع السكر، مشاكل مع الضغط. شوربة آمنة بنسبة 99.9%. معانا طبق فول صيامي بزيت الزيتون آمن بنسبة 99.9%. معانا طبق فتة جامد جدا بنسبة 60% 65%، لأن اللحم الضاني هنا يعور في نسبة دهون شوية، معلش سامحوني، وتحمير العيش في الزيت. فأنا صادق وصريح مع حضراتكم، رؤية فن إبداع أكل صحي بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.